مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب مدرسة الأندلس الإعدادية الخاصة البنين، الفصل الدراسي الأول، طلاب الصف السابع مع مادة العلوم. الأهداف: تقارن الأفكار حول قابلية انضغاط المواد السائلة والغازية. الهدف الثاني: استخدم النموذج لتفسير كيف يختلف حجم المادة نفسها وكثافتها وقابلية انضغاطها بين حالة وأخرى من حالاتها الثلاث. أشياء تعلمتها: المواد الصلبة غير قابلة للانضغاط لأن جسيمتها متقاربة. المواد السائلة غير قابلة للانضغاط لأن جسيمتها متقاربة. المواد الغازية قابلة للانضغاط لأن جسيمتها متباعدة. نشاط افتتاحي: شاهد الفيديو ثم سجل ملاحظتك. فيديو يوضح إمكانية ضغط الغاز وتحويله إلى سائل بالضغط والتبريد. إمكانية ضغط الغاز وتحويله إلى سائل بالضغط والتبريد. النشاط الثالث: كيف تقارن الأفكار حول قابلية انضغاط المواد السائلة والغازية؟ بالضغط والتبريد يتحول الغاز الطبيعي إلى الغاز الطبيعي المسال. طرق نقل الغاز الطبيعي المسال: خطوط الأنابيب، شاحنات النقل، السفن الكبيرة. الجدول الآتي يوضح مقارنة بين خصائص أربع مواد مختلفة. المادة الأولى ماء والمادة ألف وباء وجيم من حيث الكثافة وقابلية التدفق وقابلية الانضغاط كما يضح في الجدول. استعمل المعلومات الواردة في الجدول لتحديد أي مادة هي الحديد ثم فسر إجابتك. المادة باء حديد، وذلك لأن كثافته عالية، غير قابل للتدفق، غير قابل للانضغاط. استعمل المعلومات الواردة في الجدول لتحديد أي مادة هي الهواء وأيها الغاز النفط المسال وفسر إجابتك. المادة ألف هواء، كثافة منخفضة جدا، قابلة للتدفق، قابلة للانضغاط. المادة جيم غاز نفط مسال، كثافته أعلى من كثافة الهواء، قابل للتدفق، قابل للانضغاط. ارسم مخططا جسيميا توضح فيها الخاصية التي يختلف فيها الهواء والغاز النفط المسال. غاز نفط مسال جسيماته متقاربة، هواء جسيماته متباعدة. أسئلة المتابعة صفحة 42. السؤال الأول: انظر إلى الصور الثلاث الآتية التي تظهر مواد غازية تحت الضغط. سمي المادة التي تحت الضغط في كل صورة. الصورة A غاز مضغوط، الصورة B هواء مضغوط، الصورة C أكسجين مضغوط. فسر لماذا من المهم ضغط المادة الغازية في كل صورة. A نقل الغاز في الحالة B لسهولة حركة الدراجة، في الحالة C للتنفس تحت الماء. السؤال اللي بعده: حدد خطرا واحدا على الأقل لاستخدام الغاز المضغوط. حدوث الانفجار عند زيادة الضغط. هذا ما تعلمته. يمكن ضغط
الغاز لتحويله إلى مادة سائلة. عدد جسيمات المادة الغازية المضغوط أكبر بكثير من عدد جسيمات المادة الغازية تحت حجم نفسه. من المهم تحويل المواد الغازية إلى مواد سائلة عند نقل المواد الغازية من مكان لآخر. تكون الغازات المضغوطة تحت ضغط مرتفع ويمكن أن تكون خطيرة جدا. قاس أحد الطلاب حجم كتلة 3 قوالب فلزية مصنوعة من أنواع مختلفة من الفلزات، الفلز ألف وباء وجيم، وأعطى الكتلة والحجم. أي الفلزات له كثافة أكبر؟ الفلز ألف. أي الجمل الآتية صحيحة وأيها خاطئة؟ وفسر إجابتك باستخدام الأمثلة. للغازات جميعها حجم كبير. إجابة صحيحة، لأن جسيمتها متباعدة مثل الهواء. إذا تساوت كتل المواد سواء كانت في الحالة الصلبة أم في الحالة السائلة أم في الحالة الغازية فتكون أعداد جسيمتها متساوية. الإجابة غير صحيحة، لأن حجمها يكون مختلف. إذا كانت الزجاجتان متماثلتين فسوف يكون للغاز A الذي يملأ الزجاجة الأولى الشكل نفسه للغاز B الذي يملأ الزجاجة الثانية. الإجابة صحيحة، لأن الغاز يأخذ شكل الإناء. يمكننا ضغط مادة سائلة لوجود فراغات بين جسيماتها. الإجابة خاطئة، لعدم وجود فراغات كبيرة بين جزيئات المادة السائلة، لأن المادة القابلة للانضغاط هي المادة الغازية فقط. يبين الجدول الآتي الاختلافات في قيم الكثافة بين المواد الصلبة والسائلة والغازية. اختلاف في الكثافة في بعض المواد. رتب المواد الواردة في الجدول تنازليا بحسب الكثافة، تنازليا من الأعلى إلى الأقل. رقم 1 A، رقم 2 B، رقم 3 D، رقم 4 E، رقم 5 F، رقم 6 C. ده ترتيبا تنازليا بحسب الكثافة. أي مادتين يمكن أن تكون مادتين صلبتين؟ فسر إجابتك. مواد صلبة كثافتها كبيرة، المادة A و B. أرسم مخططا جسيميا توضح فيه سبب اختلاف كثافة المادتين في السؤال B. المادة A والمادة B. توقع كم تفوق كثافة المادة A كثافة المادة B؟ قرابة 3 أضعاف يا شباب، قرابة 3 أضعاف. أي المواد الواردة أعلى تتوقع أن تكون في الحالة الغازية؟ فسر إجابتك. C و F غاز لأنهما أقل كثافة. الواجب حل النشاط المنزلي صاد 46. وإلى هنا نصل إلى نهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.